بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا أبنائي الطلاب المستوى الأول كلية العلوم وباحثين الدبلومات، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة هذه الأيام الكريمة، وأسأل الله لكم ولنا جميعا التوفيق إن شاء الله. النهاردة استكمال للمحاضرات اللي فاتت، سواء الحضورية في الكلية أو الإرشادية. طبعا أنا بطمنكم إن شاء الله، المقرر سهل وبسيط، بس أنا يهمني تقدر توظف كل شيء عن الكمبيوتر، أو بعض اخترت لكم بعض الموضوعات اللي انت تقدر كمتخصص في الكيمياء، كمتخصص في البيولوجي، كمتخصص حتى أي تخصص. إن شاء الله عايز نقدر نوظف الكمبيوتر وفي شغلنا كلنا، سواء في البايو انفورماتيكس، سواء في البيولوجي، سواء في الفيزياء، في الكيمياء، في كل شيء. في مجال البيئة أنا بتكلم عشان أبنائنا الباحثين في الدبلومات اللي كلهم أصلا بيدرسهم اللي هي مقررات مختارة في علوم الحاسب عموما، وطلاب أيضا المستوى الأول. طبعا مربط الفرس هنا، سواء في أي ظاهرة عشان تقدر تستخدم الكمبيوتر في التحليل. اديت لكم قبل كده مقدمات طبعا عن ما هو الكمبيوتر، ما هو السوفت وير، ما هو الهارد وير. اتكلمنا عن السوفت وير باكج، اتكلمنا عن حاجات كتير في المبادئ الاساسيه للكمبيوترز. طبعا النهارده هنتكلم عن مفاهيم رئيسية، أو ثلاث حاجات رئيسية هما يعتبر اللي هي الداتا والإنفورميشن and knowledge. What are data, information and knowledge؟ خدنا عنها مقدمة برضو في البداية لما أنا قلت لكم إزاي نوصل للديسيشن أو اتخاذ القرار. قلنا بنبدأ بالبروبلم، بنحول بروبلم الى داتا. الداتا بيتعمل لها طبعا البروسيسنج او المعالجه، الكلام ده قلت لكم كله. من المعالجه بنوصل معالجه الداتا او البيانات، بنوصل للانفورميشن او الى المعلومات. الانفورميشن بنعمل لها تنظيم، لابد من تنظيم الانفورميشن، الكلام ده قلته في الاول. بنعمل لها تنظيم الانفورميشن، بنوصل للنوليدج. من خلال النوليدج لازم نوصل الى الاوبتيمال ديزيشن او الديزيشن او الويزدم او اتخاذ القرار بحكمه. يعني ده كله لاي مشكله بنقدر نحولها، واتكلمنا عن المواضيع دي. يبقى في حاجات رئيسيه الداتا والانفورميشن النوليدج اند ديزيشن. في اي مجال من مجالات الحياه لابد ان انا البروبلم بحولها للداتا واشتغل على اللي احنا قلناه قبل كده على هذا السيستم، يعني ان احنا بنعمل بروسيسنج للداتا، احصل على الانفورميشن، الكلام ده قلناه كله، ومن الانفورميشن احصل على الديزيشن او الويزدم في والديزيشن اتخاذ القرار او الاوبتيمال ديزيشن. الحاجة التانية، يبقى احنا هنا ما اجي اسألك عن الداتا، الانفورميشن، النوليدج، ديزيشن، الويزدم، تمام. اقدر اسألك بطرق مختلفة، بعدة طرق مختلفة عن هذه المفاهيم الاساسية للبيانات. يعني يبقى في ديزيشن، في داتا، اول حاجه البروبلم، اول حاجه طبعا
زي ما قلنا الكلام ده، بعد كده اتحولت او converting data into problem into data، بحول الداتا بعمل معالجة للداتا، بوصل للانفورميشن وفي النهاية النوليدج او الويزدم عشان اتخذ القرار. طيب دول الحاجات الأساسية اللي احنا، يبقى اما اجي لو انا سألتك سؤال وقلت لك what is the difference between data and information، الكلام ده كله قديم بس انا لسه ما دخلتش في المواضيع الجديدة، انا براجع سواء على المحاضرات اللي فاتت او حتت جديدة ان شاء الله بنقولها النهاردة. لما اجي او تعمل كومبير ما بين مثلا ايه هي الداتا الانفورميشن اند نوليدج، ممكن تسأل عنها بكذا طريقة وتدي اكزامبلز او امثلة على اي بروبلم بتحول لي الداتا. طبعا بتوع البيولوجي او بتوع البايو انفورماتكس دي طبعا او المعلوماتية الحيوية، طبعا انتوا عشان كلية العلوم لازم الاول تبقى عندك طبعا المعلوماتية الحيوية، بقى في عندي شقين هنا معلوماتية وحيوية. فالمعلوماتية الحيوية هي تحليل المعلومات البيولوجية باستخدام الكمبيوتر، ومن خلال باستخدام الكمبيوتر والإحصائيات أو التقنيات الإحصائية الخاصة بذلك، وأيضا وهي العلم الذي يسعى لاستخدام وتطوير قواعد البيانات والخوارزميات الحاسوبية لتسهيل وتعزيز الأبحاث في مجالات البيولوجي، في مجالات الطب، في كل المجالات. يبقى في البايو انفورماتكس ده يعتبر اناليسيز للبيولوجيكال انفورميشن يوزنج كمبيوترز اند ستاتستكس. طبعا دي انا بتكلم عن المعلوماتيه الحيويه، لان انت كتخصص في البايو انفورماتكس او في البيولوجي لازم هتحتاج الكمبيوتر للتعامل مع البيانات الحيوية، أو في مجالات الطب، في مجالات التمريض، في كل المجالات هتقدر تستخدم الكمبيوتر في أو تطبيق برامج الكمبيوتر، سواء البرامج الخاصة أو عمل ألجوريتمات للتعامل مع أي حاجة خاصة بالعلوم البيولوجية أو الطبية أو التمريضية. يبقى احنا اما اجي اقول لك what is the bioinformatics، ما هي بقى هي او عرف هو المعلوماتية الحيوية عفوا. يبقى هنا لو انا جيت برضو ادخل ان اتكلم، اديت لكم برضو مقدمة قبل كده عن طبعا الداتا، طبعا الداتا بيز مرتبطة بالداتا، اي حاجه هي مربط الفرس في الكمبيوترز او في اي مشكله هي البيانات او الداتا. طيب الداتا بيز، لما نيجي نعرف الداتا بيز، الداتا بيز في البايو انفورماتكس، لما اجي اقول الداتا بيز عندي واي، ليه الداتا بيز، what is the different types of database او قواعد بيانات المختلفه. طبعا هناك اللغه او اللغات الخاصه ب الداتابيز او داتابيز لانجويج، في حاجات كتير جدا، في الاستراكشرز اللي هي قواعد البيانات للبناء او 3 دي ستراكشر داتابيز. يبقى دي ده مثال ل لو ادينا اكزامبل على قاعده بيانات حيويه او داتابيز او بايو انفورماتيك داتابيز، يبقى لازم الاستراكشرز هيبقى عندي في استراكشرز في الداتابيز، في 3 دي ستراكشرز، في 2 دي، في طبعا الداتابيس لانجويج، في
في انواع كتير من الداتابيز هنتكلم عنها بالتفصيل. طيب في سيكونس، يبقى احنا عرفنا البايو انفورماتكس داتابيز، عرفنا الاول البايو انفورماتكس، عرفنا بعد كده الداتا قبلها الداتا ان بايو انفورماتكس، عرفنا داتابيز ان بايو انفورماتكس الانفورميشنز، يبقى انا هنا الانفورميشن الداتا النوليدج، يبقى في برضه نوليدج، هما المفاهيم الاساسيه data information knowledge، والknowledge هنا decision او ازاي نوصل الى القرار في عن طريق طبعا حكمه في اتخاذ القرار الوزدم في الاخر. في database عامه، يعني types of database، في special database، وفي general انواع اللي هي قواعد بيانات عامه، وفي قواعد بيانات خاصه بالنسبه للتخصصات. في بايوانفورماتكس سيكونس داتابيز، عندي بقى البايوانفورماتكس سيكونس داتابيز، طبعا زي مثلا عايز احل او اشوف ابحث في الداتابيز للدي ان ايه بتاع، او الدي ان ايه سيكونس، يعني عايز يبقى سيكونس هنا الدي ان ايه عباره عن سيكونس، الحمض النووي للانسان للحيوان لاي شيء. يبقى هنا لو انا سالتك عن تايبس اوف داتابيز، الداتابيز عادي في جنرال، وفي يعني في داتابيز خاصه وفي داتابيز عامه. لو احنا اتكلمنا عن الداتابيز بالنسبة للعامة، عندي مثلا او في داتابيز للمريض، داتابيز للدي ان ايه، في داتابيز انواع كتير جدا بالنسبة للداتابيز الخاصة او العامة. لو اتكلمنا على الكلاسيفيكيشن اوف في البيولوجي او بيولوجيكال داتابيز، دي الداتابيز في البيولوجي، داتابيز عن طريق الداتا تايب، او طبعا لو انت اشتغلت على عندك كيميكالز، عندك سيكونس، عندك حاجات كتير جدا في خاصه بالداتابيز كلها. يبقى مربط الفرس هنا في الداتابيز، في الالجوريثم، في اي بروبلم هي الداتا او البيانات، تمام. السيكونس داتابيز قلنا لو احنا على سبيل المثال دي ان ايه سيكونس، على سبيل المثال دي ان ايه داتا بانك، مثلا انت بتبحث عن اشياء معينه في مجال البيولوجي، في مجال الطب، في مجال الكيمياء، في مجال وهكذا، يبقى دي الداتابيز اللي هي المتخصصه الخاصه. في عندك داتابيز لو احنا بنتكلم عن البايو انفورماتكس، في الجين بانك طبعا، في حاجات كتير جدا، وفي اكزامبلز انا اتكلمت هتكلم معاكم بالتفصيل. مثلا هناخد اكزامبل على الجين بانك. وهتكلم عن التولز خاصه ب الداتابيز. يبقى في دي ان ايه داتا بانك، في طبعا اشهر حاجه في اليابان، وفي حاجه كتير جدا شهيره، انا هبعت لكم اللينكات اللي تقدر تبحث فيها. الاستراكشرز، كل داتابيز لابد ان يكون لها طبعا استراكشر. طيب لما اجي كل داتابيز لابد ان انا يكون عندي نظام اداره لقاعده البيانات اللي هي بنسميها داتابيز مانجمنت سيستم.
الابريفيشن بتاعها اللي هي دي بي ام اس، اللي هي داتابيز مانجمنت سيستم، اللي هي الكوليكشن داتا بتاعتها اللي طبعا بتحتوي او كونتينز، دي بي ام اس كونتينز كوليكشن داتا، برضو فيها سيت اوف بروجرامز طبعا اللي هي تتعامل مع الداتابيز، طبعا حاجات كتير جدا في الداتابيز ابليكيشنز، في البانكينج او والايرلاينز، في داتابيز ابليكيشنز كتير جدا هنقول عليها امثله. فكل حياتنا داتابيز حاليا، يعني سواء الصور داتابيز، سواء الداتا البيانات لاي مشكله داتابيز، كله داتابيز. يعني مربط الفرس هي الداتا. في كل مثلا عندك كليتك، عندك جامعتك، عندك كل حاجه في داتابيز للكليه، داتابيز للجامعه، داتابيز للقسم، داتابيز وهكذا. عموما انا بتكلم عن النبذه او مقدمه لكل طلاب المستوى الاول او الناس اللي ما درستش موضوعات متعدده في الكمبيوتر غير ان هو يفتح ويقفل. احنا بنتكلم عشان نخصصها، كل واحد بتاع كيمياء يخصص يختار برامجه في الكيمياء. احنا قلنا ان في ابلكيشنز لكل علم من العلوم في مجال الكمبيوتر دلوقتي، في انظمه خبيره عن طريق الذكاء الاصطناعي في كل التخصصات، في حاجات كتير جدا. يعني يبقى الداتا بيز عباره عن سيستم بيعمل سوليوشنز او يحل او تو اول بروبلمز. انا عندي كل مشكله لابد ان يكون لها لابد ان انا اعتمد على الداتا بيز. الاستراكشرز او الليفلز للداتابيز او الاركيتشرز بتاع الداتابيز، طبعا زي ما اتفقنا قبل كده ان في انواع في الداتا، تايبس اوف داتا كلمتكم عليها قبل كده في المحاضرات، سواء الحضوريه في الكليه او المحاضرات الارشاديه، ان التايبس اوف داتا او انواع البيانات كلها قلنا لاي مشكله من المشاكل بدات من الكريسب داتا، بعد كده الكريسب داتا اتحولت او ليدز تو او ادت الى الفازي داتا، الفازي داتا بعد كده اتطورت بعد الفازي داتا او الفازي داتا انستنستيك فازي داتا، بعد كده الكلام ده قلته قبل كده، الفازي انستنستيك فازي داتا تحول لتقنيه الجديده اللي كل العالم الوقت بدا يطبقها اللي هي النيتروسوفيك فازي داتا. طالما في تايبس اوف داتا برضه هناك انواع في الداتابيز، في انواع في الالجوريثمز دلوقتي كلها اتطورت من الكريسب داتا في النهايه الى النيتروسوفيك داتا، حتى كل برامج الذكاء الاصطناعي والنظم الخبيره دلوقتي طبعا اساس الكنترول سيستم في الكمبيوترز. طبعا الراجل عمل الفازي لطفي زاده سنه 65، وهي ان هذه النظريه هي اساس الكنترول دلوقتي او الكنترول سيستم اللي هي الفازي سيتس ان سيستم اللي عملها لطفي زاده سنه 65. وجي النيتروسوفيك عمم الكلام ده اللي هو عمم مفهوم لطفي زاده. طبعا هناك ريليشنز او علاقات ما بين الجداول في الداتابيز اللي الحاجات العاديه اللي انتوا درستوها قبل كده زمان، سواء في الاكسس او الداتابيز العاديه في الوان تو وان والوان تو ميني ميني وهكذا، اللي هي ريليشنز او العلاقات في الجداول الالكترونيه.
دي عاوزين نشوف ما هي او what is the data models. الـ data models طبعا كلها برضو collections of tools for describing، بتعمل بتوصف ايه الـ data، الـ data relationships، بتوصف بتعمل بناءات الـ construction للـ data. الداتا برضو بتجيب بقى الريليشن او الريلاشنال موديل او العلاقه ما بين في كل الاوبجكتس موجوده. طبعا في اوبجكت بيزد داتا مودلز، فاكرين الاوبجكت كلمتكم عن الاوبجكت اورينتد اند الاوبجكت ريليشن، كل الكلام ده اتكلمنا فيه. في نتورك موديل طبعا دي كلها على الداتا موديل. يبقى احنا اتكلمنا بسرعة كده عن الداتابيز وعن الداتا وعن الانفورميشن والنوليدج والويزدم. دي مفاهيم أساسية عندك في علوم الحاسب، لابد ان انت وتعرف الابريفيشنز الخاصه بالمصطلحات. اتكلمت قبل كده طبعا في الاسئله في الداتابيز، انا بسال اسئله، يبقى انا ببحث عن الكويري او بعمل استفسار او استفسارات طبعا في الداتابيز. دي كلها اساسيات لكن مش حاجات متقدمة، احنا بنتكلم عن اساسيات ومقدمة طبقا للمنهج اللي هي انت بتاخد introduction او موضوعات مختارة في الكمبيوتر، الموضوعات مختارة في علوم الكمبيوتر. طبعا في الداتابيز طبعا في سيستم للفايلز، صح، سيستم للفايلز للتيبلز، حاجات كتير جدا اتكلمنا عنها قبل كده. في داتابيز سيستم انترنالز وفي اركيتشرز داتابيز، داتابيز اركيتشر. يبقى هنا قواعد البيانات تعتبر إحدى الركائز التي يعتمد عليها أو تعتمد عليها، إحنا بنتكلم مثلا عن المعلوماتية الحيوية التي نشأت نتيجة لتفاقم البيانات أو البيانات التي احتاجت إلى ترتيب مثلا وتخزين وإيجاد الوسائل الملائمة للوصول إلى هذه البيانات. يبقى قواعد البيانات طبعا أصبحت ضرورة للعاملين في كل مجالات الحياة، يعني أو مجالات العلوم الحياة، ولو احنا اتكلمنا عن المعلوماتية الحيوية. الداتابيز لذلك عملية التحديث المستمر لقاعدة البيانات ده مهمة جدا 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 جدا. ده كلمتين اللي احنا كنا بنقولهم، ان قاعدة بيانات هناك اكثر من معنى لتعريف قاعدة البيانات. زي ما احنا قلنا ممكن نقول ان هي تجميع مرتب للداتا او للبيانات، وهذا المعنى هو الاكثر شمولا. يبقى دي الداتابيز انها تعتبر من ضمن المعاني بتاعتها ان هي تجميع مرتب للداتا او البيانات. طيب ايضا ممكن بمعنى اخر ان هي تعني برنامج كمبيوتر او حاسوبي يستعمل للبحث في السجلات واسترجاع المعلومات او بعض المعلومات، مثل اللي احنا قلنا عليه دي بي ام اس اللي هي الداتابيز مانجمنت سيستم، وديت المعنى دي قاعده بيانات اصلا
عشان او لاداره قواعد البيانات. دي معظم المعاني اللي هي خاصه او معظم المعنى الاكثر شيوعا لتعريف قواعد البيانات. السلسله واتكلمنا عن الدي ان ايه. طيب اسباب بالنسبه في المعلوماتيه الحيويه او في البايو انفورماتكس، اسباب ودواعي استخدام قواعد البيانات. اول حاجه تحديد الهويه للمتواليات الجديده، دي في زي مثلا ما بتكلم عن الدي ان ايه سلسله او الدي ان ايه بانك او عن الجين بانك وهكذا، عشان اجيب وظائف جديده او احصل على وظائف الجينات او الحاجات الغير معروفه بالمقارنه مثلا وما قابلها في السلسله او المتواليات الموثقة في قواعد البيانات. طبعا هناك تصنيف لقواعد بيانات، في قلنا اتفقنا في قواعد بيانات خاصة أو قواعد بيانات عامة للجزيئات الحيوية، وهناك أيضا قواعد بيانات خاصة برضو اللي لو اتكلمنا عن البايو او البيولوجي او البيولوجيكال داتابيز. يبقى هنا اذا تعريف قاعدة البيانات البيولوجية اللي هي البيولوجيكال داتابيز، هي قاعدة بيانات بيولوجية كبيرة عبارة عن هيئة منظمة للمعلومات بتنظم المعلومات الثابتة، وعادة ما ترتبط البرمجيات الكمبيوترية أو الحاسوبية المصممة بإمكانيات التحديث والاستفسار واسترجاع عناصر من البيانات المخزنة داخل السيستم أو داخل النظام. يبقى هي is a large biological database ديت عشان نحصل على المعلومات، وفي النهاية بنبني النوليدج اللي هي من خلال المعلومات المنظمة. يبقى هنا نقدر برضو زي ما عرفنا المعلوماتية الحيوية في أبسط تعريف لها ارجع له، علم يعني إدارة وتنظيم البيانات الحيوية الجزئية زي الدي ان ايه الار ان ايه، وكذلك البيانات اللي بينتج عنها تفاعلات ايه تفاعلات الحيوية، عشان اعمل دراسة، عشان اعمل مسح تحليلي، عشان استخدم ادوات وعمليات فنية على في مجال المعلوماتية مثلا الحيوية. يعني بناقش دراسة، بشوف أدوار موجودة وأدوار محتملة التي تقوم بها علوم المكتبات مثلا والمعلومات، نحو أنا عايز أطور، عايز أعمل تطوير لأدوات تعمل على تخزين وتنظيم واسترجاع البيانات من قواعد البيانات وإدارة مصادر المعلومات الحيوية. يعني هنا التحليل لإما تحليل باستخدام الكمبيوتر، لإما تحسين، لإما استرجاع أو إرجاع، استرجاع، تحليل، تحسين، تخزين. يبقى ده كله في بس كله خاص هنا لما بتكلم عن خاص عن البيانات اللي هي في البايو انفورماتكس أو البيولوجي يعني عموما. آه
وفي حاجات كتيرة عن قواعد البيانات، أنا مش عايز أطول عليكم دلوقتي، بس إن شاء الله نحاول نكمل بقى بقية المحاضرات الحضورية إن شاء الله. دي مجرد حاجة لجزء من اللي فات، وجزء جديد عن قواعد بيانات البايو لما نتقابل إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.